على النهايه ديال الكاس وعلى الاشكال اللي طرحوه خصوصا بالنسبه للاعلام المصري اللي بقى تيشكك في يعني في المباراه ديال الوداد، وكان تيهضر بصفه يعني كي غنسميها يعني في العموميات، تيخرج الكلام الكبير ولكني ما عنده السند. هذا هو القصد اللي قصدت، هو اللي بغيت نقصد الكلام الكبير. شنو هو الكلام الكبير؟ هو ديال انه ماشي معقول العداله والظلم، ولكن هادشي ما تيتجسدش، غير مجسد. ما معنيت غير مجسد، ما كاينش في الواقع، ما كاينش شي مباراه اللي فيها الفرق ديالنا استفادت من تحكيم بحال اللي كنا تنشوفوا في السابق. ولما كنا تنقولوا بانه القاده ديال المحاربه ديال 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 الفساد او انه تكون العداله، احنا لما كنا نتكلموا تنتحدثوا على وقائع، لانه الفساد مرتبط بوقائع. ما يمكنش نقول غير الفساد هكاك. الا شي واحد قال لك اودي بانه هذه المنظومه فاسده، قول لي فين، غيقول لك كاين هنا وكاين هنا، وسائل يعني ملموسه. كاين شي واحد يقول لا كاين 100 مليون تصرفات غير 50 و50 ما نوجيستيفي، هذه ما كاين مشكل، هذا فساد. لما يقول لك بان هذا الحكم الفار تيبين بانه ضرب جزاء والحكم ما صفرهاش، هذا فساد يعني في المجال ديال التحكيم. لما يقول لك بان خصم يكون دخول الجماهير وتلقى الجمهور داخله، هذا فساد. لما اللاعب يبغي ياخذ ورقه حمراء وتجي واحد اللجنه وتقول له لا يمكن له يلعب، هذا فساد. يعني الفساد تيكون مجسد. حنا لما غنذكروا مثلا اللي تيتذكروا على تكافؤ الفرص والعداله، يعني فين بان لك عدم تكافؤ الفرص في العداله في مباراه واحده الاكثر من هذا؟ وليت نتذكر بانه اعطينا النص ديال الملعب ونخليه خاوي. يعني هذا غير تيبين بان واحد الانسان لما تيبغي يدير المبررات ديال واحد الهزيمه ديالو تيقلب عليها. غير باش من الامور اللي هضرت عليها شنو هي، نتمنى اني نقدر نبلغها بشكل كبير. الواحد لما تيكون هو مسؤول، ونعطي مثال اليوم، انا مسؤول الفرق ديالي تتستفد. انا عندي يد في هذه الاستفاده، يدي طويله في المؤسسات، تنهضر معاهم، بغيت هذا الحكم وهذا غيعاونني، وهذا الشيء تيبان للناس، تيبان بانه هذا الفريق استفاد من هذه الكره، واستفاد من هذا في هذه المقابله، واستفاد من هذا الحكم. بمعنى انه النتائج التي يحققها الفرق ديالنا، فرق ديالي انا اللي تنتمي لي انا، هاد الفرق هادو تيلعبوا ولكني عندهم الدعم ديالي. تتحس بانه الا كانوا محتاجين داك الكود بوس كما تيتقال، تلقاوني انا موجود والنتائج كاينه. النهار اللي تنتحيد، تيجي واحد اخر، بالنسبه لي انا هاد الاخر هذا اللي غيجي، وان كان تيقول بانه غنجي انا بالنسبه لي وغنحارب هاد الشيء اللي كاين دابا اللي درت انا في اعتقادي غيدير نفس الشيء اللي كنت ندير انا. حتى ولو انه يكون هو النيه ديالو صادقه، يجي ينظف الا جاي ينظف الفراق ديالو غتولي يعاملوها تعامل منطقي، ما غيبقاش داك الظلم التحكيمي. فهاد اللحظه هذه، لما هاد الفرق هذه اللي كانت تظلم في واحد الوقت غادي تجي الان وتلعب الكره وتلقى الحمايه ديال التحكيم والحمايه ديال المنظومه كامله، وغتفوز بالالقاب. باش غايقولوا انا هو مول هادشي، علاش؟ لانه السابق اللي كان تيمارس هادشي غايقول بان حتى انا تنمارس. اذا هنا العمليه هنا فيه كاين الصعوبه. علاش دابا تيخافوا مثلا من فوزي القي حاضر؟ لان بالنسبه لهم تيقول غايدير الشيء اللي كنا تنديروا حنايا، علما بانه شنو يمكن يدير هو غير الحمايه للفراق، وراها تربح. الناس كتظلم في واحد السابق في الوقت فيما مضى كانت تظلم، حيت بعد النوبات الى غير خديتي غير حقك تربح. الشيء اللي كان في القديم هو ان ما تاخذش حقك. علاش؟ لانه الناس اللي كاينين تيخدموا المصالح ديال الفرق ديالهم. دابا الان خاص نديروا انه هذا الفوز ديال هذه الفرق ديالنا بفعل فاعل، يعني ماشي والفعل الفاعل بان انه يساندهم ويدعمهم، غير اللي تيخصنا الان يقولوا لنا ودي لا دعمهم في هذه الكره هذه وفي هذه اللقطه هذه وفي هذه اللقطه هذه. كما تنقولوا حنايا انه بعض الفرق، بلا ما نقولوش فرق اللي استفدت في وقت ماذا، تيجي يقول لك اودي بانه هذا الفريق ديال 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 الاهلي او الزمالك او الترجي استفد من هذه الكره هذه واستفد من هذه واستفد من هذه، تيكون واضحين. حنا لحد الساعه باقي ما تبتناش بانه هذه المباراه ديال 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 الوداد كان فيها واحد الاستفاده، ما عطيونا هذه الاستفاده. هذا يقول لك الجمهور كان تيغوت بزاف وكان تيشجع مزيان، واش حتى هذا مبرر؟ عندنا الجمهور يجي واحد المذيع ويقول لهم عندهم جمهور رهيب. ايوا جمهور رهيب، شنو اللي كاينه؟ ايوا حنا لعبنا مع مصر ب 120 ألف متفرج،
وعلاش ما ربحونا شيء؟ اذا كان الجمهور هو السبب، راه الجمهور عنده دور واللعابه عندهم دور. وإلى اللعابه عندكم تتاثروا بالضغط الجماهيري، حنا عند اللعابه ما تتاثروش بالضغط الجماهيري. يعني ماشي كل شيء نسبوه لواحد السيد خدا المسؤوليه راه حتى غير ربح الفرق المغرب. ما ربحنا حتى شي حاجه، ما حنا كدنا الضربات الترجيحيه مع بركان، واش هو اللي كان يضربهم؟ هادشي اللي كاين. ولا اللعابه ديالنا ضربوا ضربات ترجيحيه بكرات وخرين ضربوا بكرات اخرى. اذا العمليه ديال انه الواحد يقول بانه يعني الوجود ديالو يساني بعض الفرق خصها تظهر على ارض الواقع. كما قلنا بانه هذيك ضربه الجزاء اللي تصفرت ضد الرجاء هذا حاجه واضحه، حنا غنقول فيها فساد، هذا واضح فيها فساد ديال الاخراج وفيها فساد ديال الفار وفيها فساد ديال الحكم، يعني حاجه بعينها. الفرقه ديال بركان اللي كانوا لاعبين ودخلت الكره للشبكه بمترو وما تحسبات شي، فيها فساد. يعني حيت الفساد تيكون دائما مجسد، فساد ماشي غير هكاك غير نجي نقول لك كاين فساد المنظومه داكشي، باش انا بعد نوبه تلقاوني بانه شويه انسان تيتقلق لما تيقول لا خاصو كاين الفساد. حددوه، يتحدد، تحدد الفساد، ماشي فساد يعني غير هكاك نطلقها وصافي باش نكبر الشغل، لا. طيب هذا باختصار يعني هو الشيء اللي نتمنى ما يكونش واحد النوع ديال الفرق اسف فرق ما بين المقدمه الاولى والمقدمه الثانيه، خصوصا بالنسبه للاخوه اللي تسمعونا في الراديو. اللي تهمني انا فهادشي كامل هذا مسائل خارجيه غتبقى دائما، ان كلهم غيقلبوا مبررات وما ما قدينش يقبلوا على انهم انهزموا. اللي تهمني انا كيفيه استثمار هاد النتائج على المستوى المحلي، هذا هو بيت القصيد عندي انا. بيت القصيد هو كيفاش نستمروا هاد الشيء هذا، لان دابا الان هذه اللحظه حنا فرحانين، ولكن اللي على الفرح واش هاد التاريخ ديال 30 يونيو 30 ماي ما غيتحيدش؟ احنا دخلنا دابا حنا في 1 يونيو وحنا غتجي جوي وغتجي وغتجي دورات وغنلقاو راسنا عاوتاني لعب ماجي. شنو خاصنا؟ خاصنا الفرق ديالنا يكونوا حاضرين، حيت اش غيتنسى؟ هذه الفرحه ما تدومش مع الفرحه 3 ايام 4 ايام تاهينا صافي، تجي المقابله الجايه مع 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 مع, مع الرجاء وغادي يولي نقاش اخر وهضره اخرى، راه يمكن الحفلات يمكن لها تريب في 24 ساعه. شنو تيخص؟ تيخص الاستمرار، الاستمرار. طيب هذا الاستمرار كيفاش يكون؟ الاستمرار خاص يكون بالتنافس، الاستمرار ماشي نعرقلوا بعضيتنا البعض. الاستمرار اليوم الى عندي فريق ديال الوداد واصل لواحد المرحله الفرق ديالنا كلهم خصهم يتبعوا. الرجاء عندهم جمع عام نهار 16 وعندهم الترشيحات نهار 8. اللي مهم في هذا الشيء هذا هو انه الفريق ديال الرجاء في اسرع وقت ممكن انه يصلح ما يمكنه يعني او يصحح، حيت الاصلاح والتصحيح كاين واحد النوع من كاين فرق بيناتهم. إذا صححوا بعض الأوضاع باش يرجع للمنافسة في أسرع وقت ممكن. والمنافسة والروح ديال المنافسة راه يمكن لها ترجع في مقابلة وفي مقابلتين. حيت غادي نساو الكأس ديال عصبة الأبطال وغادي نجيو للديربي. وديربي كاين فيه جوج. من حسن الحظ واش مزيان للوداد ولا مزيان للرجاء الله أعلم. حيت النتائج ديالو ستؤثر إيجابا أو سلبا. واحد خصو يحافظ على القوة ديالو والاخر خصو يبين بانه فريق بالرغم من المشاكل غيبقى دائما حاضر. انا تيبان لي بين هاد جوج ديال المباريات راه عندهم الاهميه ديالهم في المسار ديال الفريقين. وتنقول بانه يعني حتى بالنسبه للاخوان اللي كانوا تيقول لا حنا كاين تنافس، تنافس مزيان، تنافس. اليوم الى شي واحد تيسبقني في الجرة، نعطي غير مثال بالجرة باش ما نهضرش على كرة القدم، لانه كرة القدم فيها واحد جوج ديال في بعض الحساسيات. الى شي واحد تيجري وتيسبقني خاصني نشوف كيفاش يدير وكيفاش ندرب باش نسبقو، ماشي نقلب على الصباط نديرو فيه مسمار باش ما يربح شاي وهو يدير ليه مسمار وتنتعكلو بيناتنا وفي الاخر يجي واحد اخر ويسبقنا بجوج. هذا هو اللي صعيب. اللي صعيب هو انه انا نتمنى للفريق ديال الخصم الخساره والاخر يتمنى ليا الخساره ونبقاو نصدمو بيناتنا ونخلي واحد اخر مورانا غادي يفوز. خص ماشي يكون هادشي هذا، لا، داخلين نتنافسوا بيناتنا باش نكونوا افضل حتى على المستوى الخارجي. اذا التنافس خصو يكون بانني بغيت نكون خير منك. عادي عادي مادام تنذكروا حنا على الفرق فريقين متنافسين بشكل كبير الرجاء والوداد، من حق الرجاء انها تبغي تكون خير من الوداد
ومن حق الوداد انها تكون خير من الرجاء بشرط كل واحد يتنافس حتى بالنسبه للانصار يتنافسوا ما كاين حتى مشكل ولكن ما نبغيلوش هي الخساره والاخور ما يبغيلوش الخساره لان بغيتيو الخساره غتنقص من القيمه ديالو هو يبغيك الخساره تقل من القيمه ديالو اكثر من هذا ممكن انه تسبب له مثلا بانه تفرملو والاخور كذلك وشكون تيضيع راه حنا اللي غادي نضيعو المهم هو ان خصنا يكون واحد النوع من التنافس انت تعقدتي مع اربعه ديال اللاعبين بجوج المليار انا غنقلب باش نجيب جوج ديال المرونس ماشي الا نبقى نكريتيكي في هذا دونك اذا انا باغي التنافس داخليا اللي بغى يربح الله يعاونو علاش انا باغي نهار العام الجاي راه عاوتاني الرجاء والوداد في كاس افريقيا بغيت نكون حاضرين وحتى انا غنبقى نعمل واحد النهار الشامبيونز ليغ نهايه ديال الرجاء مع الوداد يعني لان هما اللي غادي ينافسوا العام الجاي علاش لا هادشي اللي خصنا نوصلو شنو كي غنديرو ماشي غنقول لا الوداد لا لا خص 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 التنافس يكون في هذا الباب كل واحد يكون عنده رغبه على انه نمشيو بعيد مادام انه الان في هذه اللحظه هذه كاين واحد النوع من 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 الحمايه كاين من 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 سميها على الاقل ما كاينش ذاك الظلم الكبير وان كان كاين لا الدراجة تظلمات خليه لانه واحد ما كانش يظلم غير في مقابله راه كتظلم على يعني في مقابلات كثيره اذا تظهر لي هذا هو اللي بغيت نقول بانه بغيت ناخذ هذا الفوز ديال بركان وديال الوداد ناخذه ونديروا الاستثمار على المستوى المحلي وتنافسوا بيناتنا ونتمنى انه العام الجاي ان شاء الله يكونوا عندنا اكثر من جوج ديال الفرق تتنافسوا على البطوله ماشي بحال هذا النهار هذا ماشي بحال هذا الموسم.